الله وبركاته. ورجعنا لكم أخواننا الأعزاء فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. توجد دورات لتعليم الهندسة الصوتية للأخوة المبتدئين بالأضافة للمكاتب والمؤثرات الصوتية وكل شيء يجيك باكج كامل. فالحاب يتواصل ويانا عن طريق التليجرام. طبعا يا شبابنا هذا الفلتر اللي هو من شركة الأوتوتيون، هذا فلتر راقي جدا، يعني هو بالأساس يعني أنت تخليه على صوت الفوكال اللي هو على صوت الفوكال خليه الرئيسي، ففلتر كلش حلو، يعني بيعطيك دفع كومبريسر ينطيك منا عندك يصعد لك الصوت الليفل مال المؤدي او يعطيك فد يعني جماليه للصوت، يظهر لك هنا الصوت والقوه مالته والارتفاع والموجات الصوتيه. هذا الفلتر جدا راقي، طبعا هو من شركه شوف هسه هنا عندك هذا مكتوب نويز اونلاين، تنقر عليها يظهر لك هذا الشيء، هنا عندك يشيلها لك او ما شابه ذلك. طبعا بالنسبه له هو شركه اوتوتيون احنا سبق وين حكينا. بعدها هذا الفلتر جدا مهم، يعني هذا فلتر راقي جدا يجمل لك الصوت ويفتح لك الصوت. هنا عندك منطقة اللو والهاي، هو اللي مخصصها لك اللو والهاي، الا وهي يقصد لك بيها يقصد لك هذه المنطقة، بس هو هنا ما راسم لك رسم كشلون الايكولايزر، لا مسويها لك هنا عبارة يعني مجرد يعني فرارات او بكره اي شيء انت تسمي. فهذا هو القصد من عدها الهاي واللو المناطق ذني، فاحنا لو هنا راح نمددها او هذه نفس الطريقه. بقى عندنا هنا شنو عندك، هذا يعلي لك الصوت ككل ماشي، وهنا نفس الطريقه اللي هي الويد، هذه الويد تقدر انت تتحكم بيها، يعني تقدر تصعد او تنزل. بالاضافه هنا عندك شنو، عندك هنا التانك وعندك الكلين وعندك الميولت وعندك السموث وعندك الكليم وعندك التو اكس تو وعندك هنا، فذني يعني انت تقدر تقدر بهالشكل. شوف انت كل ما تنقل هنا راح من تفعلها راح يطلع لك خيار، يعني من تفعلها راح تسمع، اسمع وتحكم. شفت هذا الشيء، لانه ماكو شيء انت ثابت، لازم تتدخل يدويا اطفيها. الثانيه نفس الطريقه هم راح يطلع لك هذا الشيء، ما عجبك اطفيها. الثالثه كذلك ما عجبك اطفيها. الثالثه يطلع عندك هنا شلون الايكولايزر، يعني هذا عندك ايكولايزر نفس الطريقه. هنا عندك السموث نفس الشيء هم تفعلها، لكن السموث ما طلع لنا شيء بي، بس هو السموث يعني يفضل او يعني حسب ما ينصحون بانه تخليه على السموث. وهنا عندك الجمالية مال الصوت، يعني تنطيك فد شيء. هنا اضافة هم كذلك عندك الصوت التليفون بنت مونو ديم اوف، فهواي بها يعني خيارات. عندك هنا الاوت الخروج مال الصوت، وعندك هنا نفس الطريقة هو تلقائيا مخليه لك على الصفر. بس هو هذا الفلتر يعني جميل جدا حسب ما جربت عليه، يعني انه يفتح لك الصوت. هو كاتب لك هنا ماستر بلين، هذا ماستر بلين، فهذا الفلتر جميل يعني جدا كلش حلو. بالاضافة نشوف بعد الفلاتر اللي احنا نصبناهن ونشوف شنو تأثيراتهن او شنو انا اللي جربت، نجوز البعض ما يعرفن، فمو كل فلتر هو انه انت تجيبه وتركبه وهذا. فهذا فلتر كلش حلو هم كذلك، يعني ايكولايزر بوزنيات جميلة. طبعا هذا مو من داخل البرنامج، يعني فلتر خارجي راقي جدا، يعني هنا يقيس لك الصوت انه وصل لمرحلة كذا، تقدر هنا يعني ترفع بكثير من الاعدادات، كلش باعدادات. هنا عندك وزنيات تقدر تتحكم بيهن، تقدر هنا تطفي الشغل، يعني كل اشياء بي جميلة حلوة، فانت تقدر
يعني تستكشفهن على صوتك، كل صوت له وزنيته او له الدفع مالته الكمبريسر الداخلي، فانت تقدر يعني على صوتك تجربه. فما اريد اطيل عليكم شبابنا، اللي حاب يدخل ويانا يقدر يتواصل ويانا، يجي باكج كامل فلاتر و الشروحات من الالف الى الياء، راح اخلي لكم الرابط مال التليجرام تقدر تتواصل ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.